طبطب عليه واحسن اليه وصى عليه سيدنا هتحس بيه وتخاف عليه. الخير بكرة قاعد لك هتمد ايدك كان مد ايدي الكل هيتهنى علشان انا وانت وهو وهي ندخل ندخلك الجنة اكفوا اليتيم مالك يزيد ويا الحبيب هتبقى قال الحبيب عن اليتيم انا وكفله في الجنة انا وكافله في الجنة. الجنة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعين الكرام، اهلا بكم في حلقة جديدة من حكاوي امان، المعلومة والفكرة والغنوة والضيف الجميل. عنوان حلقة النهاردة شاركني لأفهم، زي ما ليلي الأمورة شاركتني النهاردة في حديث بيتكلم عن اليتيم، لازم ولادنا يبقوا فاهمين زي ما اتفقنا، شاركني علشان أفهم. رحبوا معايا بضيفة النهاردة أستاذة فاطمة الزهراء مديرة حضانة أحفاد الصحابة بشبرا الخيمة بهتين، أهلا بيكي. سألتك وقلت لك تحبي عنوان حلقتنا يبقى إيه؟ قلت لي شاركني لأفهم. بالظبط كده. أطفال حضانتك يا أستاذة فاطمة بيشاركوكي معاكي في التعليم وبيشاركوكي معاكي الآداب الإسلامية، بيشاركوكي معاكي تعلم الأحاديث، بتتعلموا إزاي؟ النمط اللي أنتم ماشيين بيه إزاي في الحضانة؟ لما يعني أغلب الحاجات لما بنيجي نعملها للأطفال لازم ننزل بمستواهم ونفهمها لهم بالمعنى وبالقصة وبالوسيلة اللي تقدر توصل لهم المعلومة بسرعة ان هم يقدروا يستوعبوا المعلومة كويس. يعني على سبيل المثال مثلا في حاولنا ان احنا نعلمهم في العلوم ان هم ازاي يزرعوا، فجبنا الادوات، جابوا كل طفل جاب الادوات بتاعته وزرعوا بايديهم مع الميس بتاعتهم وعرفوا ازاي الطريقه بتاعتها وازاي يهتموا بيها لغايه ما تنبت وتبقى قدامهم زرعه كويسه. مشاركه يعني شاركوا بدايه النبته لحد ما كبرت قدامه وشافوا مراحل النمو بتاعتها ماشيه ازاي. هايل جدا. اطفال احفاد الصحابه الجميل، عايزه اعرف اسمائكم بسرعه، اسمك ايه؟ سام. رؤى. يوسف. نعلي صوتنا. اسمك ايه؟ مستمعين تبتين اسمك ايه؟ اديها المايك، اديها المايك، اديها المايك، يلا. اسمك ايه؟ سما. سما. يلا ادي اسمك. يلا ادي اللي بعد. رؤى. رؤى. رداينة. رداينة. يوسف. يوسف يا قوي. بطل. بطل. سوبر، ما شاء الله عليكم. محضرين لنا ايه النهارده نبدا بيه فقرتنا؟ فقرة صغيرة كده بعنوان نفسي أكون. بعنوان نفسي أكون، حافظينها كلهم كويس معاكي؟ تمام. جاهزين يا أصحابي؟ جاهزين. يعني أقول واحد اتنين تلاتة نبدا على طول؟ يلا. واحد اثنين ثلاثة. نفسي أكون، نفسي أكون، نفسي أكون أخلاق عصيمة، عف لسان عن أي شتيمة، وأعمل ترع من الأخلاق لكن ما أصبح عالي القيمة. نفسي أكون على غير حنين وعاتم من غير ما أبين وعامل رب ولا تباهي برحمة نفسها تتزين. نفسي أكون من أهل قريب وشرحم بقلب الطيب ولا خاصم حد من أصحابي وأكون متسامح وسيب. نفسي أكون مع رب تملي وأعمل خير وأصوم وأصل ويبقى صغير عمل الطيب في الاخر هو اللي فاضلي. نفسي اكون ولازم اكون. الله عليكو، انتوا عارفين انا كمان نفسي اكون اللي انتوا قلتوه ده كله، ولما صاحبتنا نفسها تكون كده ومس فاطمه وكل المصورين كمان اللي معانا. ايه الكلام الحلو الرائع ده؟ من تاليفك؟ لا مش من تاليفك؟ لا، مدرسه معايا هي اللي جابت لنا الاغنيه. ما شاء الله. بس ملاحظه ان صوتهم حلو، فاهمين اللي بيعملوه؟ انتوا مدربين كويس ولا هم حابين؟ لا، ما احنا اي حاجه بنقولها لهم لازم نفهمها لهم، مش جميل. مجرد حفظ وبس. شاركني لأفهم. ايه تاني قدمتيه في الحضانه بتاعتك وحسيتي ان انتي؟ هقول لك بقى، انا من شبرا الخيمه بهتيم، فعارفه اكتر واحده هحس بيك النهارده. منطقه بهتيم هي من المناطق الشعبيه شويه اللي تعبنا فيها جدا علشان النهارده نكون معاكم ونوري اطفالنا ونوري العالم كله ان اسلوبنا في التعليم اختلف. انت بقى في دائري بهتيم كمان، يعني منطقه اصعب شويه. الحاجات الحلوه دي قدرتي تقنعي بيها اولياء الامور ازاي؟ والله هم في الاول بيرفضوا، كل بيبقى كل ام بتيجي بيبقى الهم الاول ليها الكراسه الكتابه، لازم ولازم العمود، يعني حتى مش قطعه مثلا على قد ايد الطفل مثلا، لا لازم ينزل بالكلمه 30 مره. اول ما مسكت الحضانه في البدايه خالص واجهت صعوبات كتير جدا وناس كتير جدا اعترضت وسابتني ومشيت، بس انا يعني صممت. سابتك ومشيت؟ لان هم عشان الفكر مش واصل. طيب. التعليم برضو يعني
لسه يعني كلهم مش فاهمين التأسيس الصح بيتم ازاي. جميل. هو كل فكرهم ازاي املى الكراسة. اتبعتي سياسة النفس الطويل بالظبط كده. تمام. انا صبرت حتى لو كان معايا مجموعة قليلة، قلت هم دول اطلع بيهم افضل من ان يكون عندي عدد كبير بس ما معلمهمش صح زي ما انا عايزه اوصل لهم يعني. جميل جدا. فمع الوقت الحمد لله اللي اتعلم واللي صبر والامهات اللي كانت واعيه معايا صبرت شويه معايا وبداوا يسمعوا لغايه ما الحمد لله سمعه طيبه يعني في المكان ما شاء الله. ايه المواد الاكاديميه اللي انت بتقدميها كله عارفها؟ هل انت بتقدمي اي حاجه تانية غير الشغل الاكاديمي المتعارف عليه العربي والانجليش والحساب والماس؟ هل حضنتك بتقدم اي شغل تاني؟ يعني في طبعا السلوكيات والدين والقصص. بسألك عشان اسمع المقاطع. بالظبط كده. التحضير لاي مناسبه. جميل. بتيجي يعني مثلا زي رمضان لازم من قبله بنهيئ الاطفال بنعرفهم يعني ايه الصيام، ايه اهميه شهر رمضان دوت، الثواب والاجر اللي ممكن يحصلوا عليه. في بسم الله ما شاء الله اطفال بيفضلوا صايمين معانا في الحضانه من الصبح لغايه الظهر. بسم الله ما شاء الله. وبعض الاطفال يعني في منهم اللي وصل لغايه المغرب يعني كانوا بيصمموا اهاليهم ان هم يعني بيقولوا لمامتهم لا مش هناكل مش هنشرب غير لما المغرب ياذن. جميل. اللهم بارك. وطبعا دول بيتم تكريمهم في نهايه رمضان في الاخر. جميل طبعا جدا. يعني. بتهتموا في الحضانه بتحفيظ القران الكريم؟ اه. جميل. جميل. ولما نيجي نعلمهم يعني ايه صدقه عملنا مثلا زي صندوق، في صندوق الصدقه عرفنا الاطفال بقوا بيشاركوا بنفسهم، عرفناهم ان هم لما ياخدوا المصروف بتاعهم يعني ياخدوا جزء لنفسهم وجزء يحطوه في الصندوق ده، وفي الاخر لما كوننا مبلغ مثلا سلمناه لاداره مسجد ان هم يوصلوا للناس اللي هي تستحق. ربنا يبارك فيك وفيهم يا رب العالمين. بنت الحلوه البسكوته جت وقالت لي يا ماما مبسوطه، قلت لها قولي لي يا قطقوطه مبسوطه كده ليه مبسوطه؟ قالت شفت فقير في الشارع مدد ايده لله سائل، رحت بسرعة اوام من جيبي اديته بيمين اديته الصدقة من غير ما اشوفها، يمكن ربي يا ماما يقبلها. ربي يبارك فيك يا حبيبتي، ربنا ينفع بيكي ويهدي كل قلوبنا الفعل الخير، دي الصدقة افضلها كتير، الصدقة افضلها كتير. انا بحييكي جدا وعايزه اسمع من اصحاب الحلوين فقره ثانيه. فصول السنه. يلا يلا كل واحد يمسك بتاعته. فصول السنه. جميل. في الحضانه بنعلم ولادنا فصول السنه، في الحضانه بنعلم ولادنا التاريخ باستخدام النتيجه، في الحضانه بنعلم اطفالنا اساميهم باشكال غير تقليديه. يلا مين من اصحابي هيسمعني بقى فصول السنه شكلها عامل ازاي؟ جاهزين؟ يلا مع بعض. واحد اثنين ثلاثه. معايا كل يقول السنة أربع فصول، يلا معايا كل يقول السنة أربع فصول، صيف خريف شتا وربيع، صيف خريف شتا وربيع. في الصيف الشمس قوية والكوية حر كتير، تنطق سيمار بسرعة والفاكهة حلوة كتير، وبعد الصيف يجي الخريف برياح شديدة وقوية، في الشجر دايما دبلان أوراق واقعة في كل مكان، أما الشتا برق ورعد ومطر كتير يسقي الأرض، لياليه طويلة والجو برد، بعد الشتاء يجي الربيع هدوء وراحة وجو بديع، يملى الدنيا كلها ورد والضحكة طالعة من القلب. الله على الجمال، بصراحة رائع جدا، بسم الله ما شاء الله عليهم، وأصواتكم جميلة جدا. انتوا بعد كده بقى تطلعوا في فقرات بقى تقدموا المواهب الحلوة دي. انتوا عارفين ان انتوا في المستقبل هتبقوا زي ماما أماني كده ان شاء الله، بتقدموا برامج حلوة، تحبوا تعملوا حاجة زي كده؟ بس عايزه اسالكم بقى يا اصحابي حلوين، مين فيكم بيحب مس فاطمه؟ انا مسلم. مين فينا بيحب مس فاطمه؟ انا. كلنا بنحبها. طب عايزه اسال انت اسمك ايه؟ يوسف. بتحب مس فاطمه ليه؟ عشان هي بتشجعنا وبتديها حاجات حلوه وبتيجي معانا في الحضانه وبتضربنا. جميل. مش بتضربك، مش بتضربي مس فاطمه. انا بحييكي، الاطفال لا تكذب ابدا. طيب معانا فيديو نشوفه ونرجع لكم مره ثانيه.
رجعنا لكم بعد الفاصل بعد ما شفنا الفيديو الجميل ده، ومعانا فقره تانية جميله نسمعها من اصحابنا الحلوين. يلا مع بعض. شيبس 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 everywhere triangles and circles rectangles and squares شيبس 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 everywhere triangles and circles rectangles and squares. برافو عليكم، اتفضلي. A circle is round like the moon in the sky or a wheel or a clock or the iris of your eye. المايك دي، المايك دي، المايك. يلا علي صوتك. Every size the same and every angle right like a box or a table or a seat of a chair. Shapes, shapes, this is a triangle here for you to see. Can you count the size up? Ready? One, two, three. Prove Ali. Like a witch or the face of an ancient pyramid. ما شاء الله. Rectangle is a shape like a notebook or a door. Every side is a straight line. Count them, they are four. Shapes, shapes, shapes are everywhere. Triangles and circles. Rectangles and squares. برافو عليك، عرفت الأشكال الهندسية بالإنجليش كمان. عرفت إن حضرتك في الصيف بتقدموا أنشطة صيفية. ممكن نتعرف مع ضيوف الحلوين الأمارات اللي شرفوني دلوقتي، إيه النماذج اللي بتقدموها في النشاط الصيفي؟ ممكن جبنا حد يعلم البنات أو الأولاد، فيه كمان أولاد اشتركوا معنا زي كروشيه. جميل. أعمال فنية. الله، كروشيه الحاجات دي انقرضت يا مصفاتنا أصلا تقريبا. لا ده ما شاء الله، الله ما بيه. تعلموا ده شغلهم بإيديهم. جميل. ده اللي هم تعلموه في الورشة. يعني البنات الصغيرة معاكي هنا ما شاء الله اللهم بارك، هم اللي عملوا الحاجات الحلوة دي؟ في بعض الحاجات للبنات، وفي يعني زمايلهم اللي كانوا معاهم، وفي كان معانا أمهات برضو اتعلموا وعملوا حاجات أكتر من. يا ريت كل الأمهات اللي بتتفرج علينا تشوف البنات اللي معانا الجميلة دي، صغيرة في السن جدا، وأعتقد الحاجات اللي هم عاملينها أنا شايفة خروف وفانوس رمضان. والبوكس اللي قدامنا ده ايه يا مصطفى؟ ده الاكسسوارات دول عاملينها بايديهم. جميل. الله الله، انا هاخد واحده. شكرا، حلوه جدا. طقم بتاعها بقى ما شاء الله، حلو جدا. انتوا اللي عاملين يا بنات الحاجات دي؟ ده بايديهم. انتوا حابين اللي انتوا بتعملوه ده؟
طيب وانتوا بتعلموه بقى للاطفال بيعرفوا يعملوا الحاجات دي ولا صعب عليهم؟ لا هم اللي بيتعلموا بنفسهم. أيوة. يعني انا بجيب لهم حد يدربهم. لكن مش بيساعدوا مثلا الاطفال الحضانه؟ بيساعدوني انا في عمل بعض الوسائل او حاجات زي كده في الاعمال الفنيه. جميل جدا. انا بقى يعني الفكره اللي انا بقولها دي ان كمان اللهم بارك زي ما اتعلموا كده ممكن في الحضانه في اوقات مثلا يوم الخميس يا مس فاطمه يوم الفندق المتعارف عليه ان ممكن كمان الشطورين دول يحاولوا يخلوا الاطفال الصغيره تشاركهم عشان احنا بنقول شاركني لأفهم. عايزه تشكري مين قبل نهايه حلقتنا؟ الفضل كله لله طبعا اولا واخرا، والوالدي ووالدتي ربنا يبارك لي فيهم ودعائهم ليا يا رب ما يحرمني منهم، والزوجي دايما ساندني في المشوار اللي انا فيه، معلماتي ربنا يبارك فيهم يا رب هم القائمين على العمل كله معايا وهم اللي شايلين الشغل كله. مش عايزه انسى حد، يعني بشكر كل حد ساعدني، بشكر حضرتك طبعا، بشكر مس اسماء اختي طبعا ساعدتني كتير قوي في الحضانه في الفتره اللي فاتت، ربنا يبارك فيهم كلهم وفي اصحابي اللي بيساعدوني وبيشجعوني دايما. السؤال المتعارف عليه من مس اماني اول ما نجيب سيره الشكر، زوجك وقف جنبك؟ اكيد. هو لو ما وقفش جنبي مش هكون هنا. وجهي له كلمه شكر رجاء. انا بشكره طبعا قدام الناس كلها وربنا يبارك لي فيك، ودايما يا رب معايا كده سند ليا ومعين ليا يا رب ان شاء الله في الدنيا والاخره. حضانه ممتازه جميله، اطفالك حلوين ومميزين جدا، البنات معاكي بهروني انا شخصيا لفكره ان هم عملوا الحاجات الحلوه دي. حاجه اخيره بس عايزه اشوفها من بدري، عايزه اقول لك ايه الجمال ده قبل ما اخلص حلقتي. بتاعت البسمله دي عملناها زي وسيله للدايره الصباحيه الجديده. جميل جدا. البحار معاها اغنيه صغيره كده. طب نسمعها يلا. المفروض الماسك. ممكن سكتنا تقعد شطوره. اتفضلي. يلا عالم البحار علي صوتك. سمك انواع كتير، شعاب مرجانيه، لؤلؤ محار كمان، يلا تعالوا معانا نتعرف عليهم ونعرف اساميهم واشكالهم كمان. جميله، برافو عليكي، حلوه جدا جدا جدا. انا بحييكي وكنت سعيده ان انا معاكي النهارده وسعيده باطفالك جدا، وتوعدونا ان شاء الله تظهروا معانا مره ثانيه. في اخر كلامنا رح نرمي سلامنا ونودع حبايب طيور احلى جنه، اشوفكم بخير ان شاء الله في حكاوي اماني الحلقه الجايه. سلام عليكم.